السلام عليكم شباب، بدون مقدمات وبدون شلونكم شخباركم، وحطوا لايك. طالعين للتصوير وفجأة شفنا هذا الصقر، باعوا نازلينه هسه الماي قميج. قدمت علي 10 الاخضر. ها شباب جاي تشوفونه. هذا شباب هسه الاقرب. شو راح نسوي؟ راح نجيبه يابا. ونجيب الماي يقطع قطع ماله؟ مالح الماي. الماي مالح يقطع قطع. الماي مالح وما تدري شنو بالشط هذا. اول مره نتعدى عليه. مالح وقميج موي. اجيب هذا الصقر واجي. خلينا نجيب مشعوف ونجي. خلينا نجيب مشعوف وحويدر. والله يريد شباب. شوفوا شباب. بس واحد ماي ينزل وياه. شباب صقر شباب. ويدر اذا عشيت من ماي مالح وغميج يرجع. لا والله لا تخاطر هيك. لان هسه انت شنو؟ مالح يقطع. باوع. يربعك لا نقرق هذا. هو اصلا يعني ما نسبح. هو اصلا جاي علينا. جاي جاي جاكم جاكم. لا لا ويدر. ويدر وصل لي قدام. وصل لي قدام حتى اشوفك. لا تعبان تعبان. روح لي. والله روح لي روح لي روح لي. لا 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 روح. هذا مبين هذا ربنا مصوفه. هذا باخذ هذا هذا بس خلنا نعصب. فارنتي ولا فارنتي ثقيلة. ارجع ارجع صاحبي لا تغرق. يا متى هذا الماي مالي. ارجع ارجع ارجع. الماي تاخذ من عند الفاين يا حميد. لا 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 الفاين ترى احسن ترى الماي مالح يديك. اعطيني اعطيني بس اعطيني عصب. طي 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 طي. هاي. هلا ماي احسن شوي يكون فيها قطع. ويت ويت خلوه يجيكم. ما متوازن يا اخي. ها لحظه لحظه وقف حسن وقف. اقول لك صاحبي شلون راح تسبح هواي وياك؟ لك راح اخلي عطش مو اجيبك انت. شلون راح توصل لي؟ شلون راح توصل لي؟ لك توصل لي ولا غميت شباب. ذاك هو شوف البعد اللي بينه وبين صلبه. شوف شوف شنو توقعاتك؟ هذا مصوب لربا؟ والله ما ادري. احتمال مصوب شباب لان هو يعني ما ادري ما مبين الربيع. احتمال عطشان جاي يشرب ماي ونقع. لان اذا نقع شباب ما ينشف. مستحيل ينشف. هي شوف هي ذقن وينترس ترس. شنو هي؟ الماي مالي. ارجع ارجع يا اخي ارجع. مويد ويدر رجعوا. والله رجعوا. ارجع. شباب بعيد حيل بعيد. يعني تقريبا هذا فوق النص. والله العظيم فوق النص. شوف لا هم اسرعين بس وصلوا ربونا 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 شباب ما يشوفونه لأن الماء بيروج. ما بيروج. مدة مدة. ايه حوادر ايه 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 بالك حوادر كلش. بس تباك بلانجور. اقبالك حوادر اقبالك. اي والله. ولك وصلت. كربالك مو ينقرك. وصلت لا عمرك لا عمرك حوادر. عيونكم بس عيونكم. وصلت جاك 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 ولك. جاك حميد اي اي. عاش سيدك عاش سيدك. عاش سيدك حميد. اي حوادر يكفوا. شوف وينك وين اهلك؟ هذا 10 10 عليكم. شباب بالحسين صعبه. والله واحد هو يا دوب يسبح وحده مستحيل. والماي ما يقطع واليوم المدة صاعده. نزولها. وياهم صقر. والله عمي ابطال. وغميجي وكله عبروا. لا تجهل لنا على الجزر. حوادر عبروا على الجزر حوادر. عبروا ما تقدرون توصلون. الجار ضدكم. مصوب. مصوب شباب يقول مصوب. تعال تعال قبل لان هو ضدكم. ان هو ضدكم ان هو تعالوا. روح هناك ترى على الجزره. زين اكثر لهم مميز. ما تفتر. بعيده عيسى بعيده بعيده. لا منك اكثر. حيل بعيده. ماكو ماكو كلش طيب. والله. لازم ما يسمع يساعدهم. حوادر. لازم ما يسمع يساعدهم. شباب شباب والله العظيم صعبه. شلون ما قلت لكم صعبه صعبه. ايش تسووا هالكون تعبان شباب. جاي شوف يم بالتصوير اذا يبين يمكم واضح حيل تعبان. مبين هسه مبين مبين حيل مبين واضح. احنا قبل لا نجي هو بالشاط. بس لا تطقني بالقوم ذمت الكاميرا. احنا قبل لا نجي هو بالشاط. بالله مبين واضح ذاك هو. بس يقول التعبان يقول التعبان حيل تعبان. شباب اول شيء سبع ضد الجاري. شوفوا شوف الجاري شلون ماخذها. هو ضدهم. هو عالي يعني والله صعبه.
والحسين هاي اكبر مخاطره يعني انا قلت لهم لا تنزلون الطير الطير وصلنا فوق الساعه بالشاط يعني تعبان طلع وانتهي هم شوف عبالهم المسافه قريبه ما يدرون شباب المسافه المسافه ما الا هسه 10 خل ارجع لكم 150 ارجع لكم على واحد بس واحد شوفوا شباب شوفوا البعد يعني شوفوا البعد خل اقدم لكم على 10 وشوفوا هاي شوفوا هذا 10 شوفوا هسه عبالكم انتم عبالكم قريب بس هو حيل بعيد شباب بس كون يرجعون وما بهم شيء لا وصلوا للجزر زين برا وصلوا اذا وصلوا هناك كون يرتاحون ها شنو هاك الله القاع شباب ما يسمعون يعني حتى لو صار عليهم ما يسمعون المكان حيل 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 بعيد اح وادر صوت الهواء اسعد فوق اسعد فوق شباب هو عالي اليوم حيل عالي يعني انا احتمال اقول بسبب الهواء انه هو مصوب وجاي يشرب ماي وطار 100% يعني ما تقبل غلط مستحيل شباب مستحيل انه هيك يعني هو نسر وصلوا لك نسر ها نسر صقر من النسر شباب شباب ما يبين يمي صقر النسر ما يبين شويه جيبوا تعالوا شوف كلش اربعه اربعه وهذا ربعه كفو عاشوا نسر نسر ربعه شنو هذا حوادر شني ولك عقاب 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 شباب عقاب بوي عقاب وطايح هيك والله شباب هذا مصوب ما مستحيل هيك ما معقول يطير درباك لا يعوركم حوادر حتى لو مصوب لا تأمن بي انتبهوا على عيونكم على عيونكم متأمنون ارتاحوا ارتاحوا شوي ارتاحوا شباب ارتاحوا لكم الليل الليل ياخذكم ها حية اي 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 روح له درباك عمال تكضح حوادر كضح حصة والله شباب والله كبيرة صغيرة عفت ولد ربالك يا صدق صدق والله حوادر اكو حي يمهم ما تنشاف شباب ما تنشاف العقاب يقول العقاب شو مر عليه حميد شو العقاب عليه على حوادر بالله على حوادر حي حي يمهم هاي بينت هاي بينت هاي بينت هاي بينت هاي بينت ها راحت من ماي لو بعد يمكم دير بالكم غطت من ماي شباب تعبت ايدي من التصوير مصوب شباب يقولون مصوب مستحيل عيسى مستحيل عقاب يعني وهيك يطيح بهيك يعني مستحيل حتى لو يطيح من اخطر الاخطر شباب اخطر الاخطر الطيور يعني تخيلوا شباب هذا يشيل خنزير جاي صورة جاي صورة شباب هذا الحجم شوفوه يشيل الخنزير ايش قد الخنزير ثقيل وشيله يعيش يعيش وبع الشغله هذا طير حساس مستحيل شخص يوصل له يعني ابد شباب والطعان يعني ماكو داعي حتى احلف لكم هذا قدامكم التصوير وجاي تشوفون واحنا جينا ها ناقة ناقة شباب اني قلت لك مستحيل انصاب وناقة مستحيل يطلع واضح واضح يمك واضح واضح شلونكم هم عبروا بويته ياخذكم الليل وهذا شط ما يتمل لي حوادر حوادر المسافه من هناك ابعد لو علينا ابعد المسافه من هناك ابعد لو علينا ابعد اي طلعوا من هناك طلعوا ما فهمنا بعد نفطر لهم فاق ماكو 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 والله حرام ما تفطرنا شباب لما هذا رجعوا يتعبون عبروا بويته هذا شط خطر عبروا بويته اضروا ياخذكم الليل خير تعال حسن خير تعال الشعب ما تحسس صدق ياخذ من جيت الماي ما يلا عبروا عبروا هسه يا اخوة جاري يصير ضدكم كلش حوادر حوادر ماكو يمك حبل حبل شوف والله ادش لك هليكوبتر ادش لك هليكوبتر تاخذكم شباب شباب يعني تخيلوا هسه انا وعيسى لازم الكاميرا بس حتى نثبت لكم والهواء قوي ها يقول الماي ماله ترى بالعشرة الكاميرا ترجع شوفوها ساعات حركة ايدي تتحرك الماي ما راح حيدر حيدر الماي تعبه ترى الماي تعبه طلعها حطيناه على قصبه خوش خوش شباب حاطينه على القصبة هاي تشوفون شباب التصوير كله قدامكم واضح جاي تشوفون ها يلا يلا عمو والله بطال بالعباس اليوم عشان عليك يا ربي عندي يلا المطعم اليوم
المفروض احنا ناخذ المطعم لك على التعب. شباب تعب يعني نجيلكم تعب، كلمة تعب قليلة. لو تشوفون المسافة اللي احنا بيها هسه مستحيل يعني اكو، حتى لو تقدر تسبح بهالهواء هذا وبهالمد مستحيل يسبح. تعب والله العظيم التعب. شنو اول شيء جاري والهواء وهم شايلين هاي القصبة. احنا شباب القصبة اول شيء نشرب ما يصير ثقيلة انا بلوكة وهو ثقيل. اسمع اسمع كمل. الله لا يقول هذا طقم تشنج واحد يغرق الثاني. يظلون جو يظلون شباب يظلون. احنا كذا يعني لما ما نوصلهم الله لا يقول ايش موجود. وين توصل انه ما شفت اشوف البعد اللي احنا جاي نشوفه احنا. لو يصيروا بنصبح على هالشيء شو حمايد. ولك جيبه جيبه لا يروح مرته الثاني. عظم الراس وجيبه لك جاري. شباب شباب دير بالك دير بالك حوادر، بس اهم شيء عيونكم. شباب هسه راح تقولون انه هو شلون ما يتعب ويغرق. شوف شباب كل طير من الله سبحانه وتعالى تكون به ماده دهنيه، بماده دهنيه تكون به يعني هو من الله، فبحيث من يطلع من يطيح بالماء ما يغرق. هاي الماده يعني ما تخلي شو اسمه الريش مالته يبلع ماي وبس يطلع ينشف. يعني ما يظل الماء ما يظل الماء على جسمه. شلون اكو هاي اذا هاي الماده اللي صنعونها مثلا اكو قماش يطلع عليه الماء صح وبس يطيح منه. هسه هو نفس الشيء ما ارد اشوف هون. اوه شباب تعب تعب ايش نجت. قرب قرب عليهم قرب عليهم اجيبكم حبيب. شوف شباب خلينا بالنص زين. وصلوا ما بقى شيء. وصلوا يا الله يا الله. تعبوا تعبوا كلش. شوف الجار وين وجهه. جواكم الله جواكم الله. شوف شباب بس ايش عسى رجعت ثلاثه. شوف شباب اجوا منا انا باعوا هذا احنا هم هنا سبحوا وبعد جار يسوون شمرهم. ايه دباهم وين. قرب قرب 10 لا خلي على ثلاثه لا قرب قرب 10 حتى يطلع تشوفهم. تعب تعب والله. والله اصبع والله فحت. بعد ثلاثه ها يا ولد. لك عيونك تصور بيتين هاي كارت بشرونا. ها بشرو عيونك تصور مالك. شباب خلوا اوقف حتى ابين لكم بالتصوير. اخو حسن كفو والله كفو والله كفو كفو والله عمي كفو. قواهم الله قواهم الله. ولك جيب هنا منها طلع حمايد منها طلع ومنها على القاع. كفو عم الله يساعدكم بالعباس. قلت انا ما توصلونه بس والله ذياب منها خلاص نزله. كفو كفو تعال تعال جيبه جيبه عادي 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 جيبه منه. طلع طلع القاع. ولك عمي كفو عاشو والله كفو كفو والله عاش والله. تعال جيبه جيبه العباس عملاق عملاق عملاق. تعال تعال جيب هنا يا بوي. شوفوا صلوات على محمد. بوي صلوات على محمد. شوف ها معنا الكلى يسوى التعب. بوي الشباب ناجح ترى هذا حجمه كبير مستحيل ايه ناجح. وخر 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 عني. تعال 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 جيب 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 جيب. حط حط رجلي ما احس بيه. حط خنشر حط خنشر. بويا قواهم الله. ما يتعبان ما يقدر بعد ما يقدر. والله تعب والله بكم والله بكم. اوه شباب هالكون باعوا ناكي مستحيل. وكيف ضيته هناك والله مستحيل يطفر. تعبان تعبان ترى ما بي شيء يطير. ما لا ما بي شيء ما بي شيء ناكح. شوف مين ناكح ناكح بالقوة كيف ضيته ايش ما يمشي ما بي شيء شنحاته. قواهم الله ما بي شيء. لا 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 ما بي شيء بس تعبان تعبان مدام ناكح تعبان. بس يطق الهواء ينشف والله. بس اه شباب هاي طقه قويه هاي. لا لا ضربه ما تدري مين ضربات هاي والله صخر هيك. عيسى عيسى بس شوي خي يطق هوا خي يطق هوا. لا ما مصوب مستحيل مصوب فوق. لا خير تخير تخير ويدر ما يطيح مستحيل عقاب يطيح. بالله العظيم هناك بالقوه قضيناه. الله يسعدك. يظل يطفر علينا يطفر هيك احس يريد يطفر علي. انا قلت مستحيل توصلون يعني قلت انا جست عبرون هناك ونظل محتارين بيكم. حيه حيه هناك حيه على الجزره. انتهينا عفنا هذا الصقر وارتفتهت به اطف بالماي. قواكم الله قواكم الله شباب. احس قلبي راح يعني هذا تخيلوا هذا يشيل خنزير. تصدقون ما ادري ما تصدقون ما عاد ما ادري. شيل خنزير كان العقاب الذهبي. شيل ما شيل خنزير. شوف العقاب الذهبي وشوفوا وشوفوا شباب. بس شوف رجله ايش كبرها ايش طول طول. حويدر بس خليه ينشف وراويهم الحجم مالته. خليه ينشف. تعب تعب ترى هو ما جاء ما يقدر يمشي هناك من صعدنا على القاعده لطفر الطفر. بس الرجال شنو الرجال يمشي؟ رجلي انا رجلي هاي. اي شباب جاي يتحرك. جاي يتحرك. ما في شيء شوفه ما في شيء. هذا هو جاي يتحرك ما دام يتحرك ما عليه. تعبان والله العظيم. بس خليه ينشف. وشوفوه راح اربيه لكم. خلي يريد ينشف روحه يريد ينشف روحه هسه. شوفوه
قسم يلو عنه خي يطق الهواء يخلي يطق الهواء يرتاح. عقا حسين خلي عقا. لا لا هو ليش ذا بروح هنا ما اعرفه. يريد يرتاح. اذا يطين ما ينشف. والله العظيم خله ينشف. والله ما عاش يطق. ويرتاح. وراح اخذه للبيت وشوفون شلون راح اطلع عليكم. ما بي شيء اسوي. بس ينشف بس ينشف. يريد واحد يعتني بيها هسه. بس يريد يرتاح. شويه بس يعالج جناحه ما عمي والله كفو ما توقعت انا. تدرون هاي اذا ينشف يطير؟ اذا ينشف اكيد يطير يطير. انا ما راح اخليه يطير هاي الفتره. ارد اخذه للبيت. وهناك راح اسوي شباب جاي يرجف والله من خلنا ناخذ قلنا يلا يلا نمشي خلنا شباب تعال شوف من قارش كبر شوف من قارش كبر صلوات على محمد ترى ينتهي يموت لا لا يا ينتهي ما اريد يتمرض كفو 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 والله بطال والله عم ماشي ديكم عم والله مثلكم ما يسوي شنو مثلكم ما يسوي شباب يعني اقصد لو غيرهم ناس ما تسوي لا لا هو ترى الماي لو ما له غير شوف عيوني انا طققن شنو المالح انا هنا بالبدايه هيك يطع على اصابعي شوي كتني من النوح مو زي يطلع هذا وجع الماي بلي يا شباب وقت النوم من تنام تشوف وجع الماي المالح شو اسوي بيك والله عمي ابطال والله على هذا تعبه ما طايح من هسه اقول تقريبا طايح لا 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 مستحيل لو طايح من امس يمكن مسيس مستحيل هو يسب حتى لو موزه انا موزه يقول هذا الماء خميش مو شفتهم شفتهم تعبوا هم سبحوا ولك والله هم يسبحون وانا اتقلص وياهم من التعب لكن الروج الروج تعبنا احنا ايه انت شوف موسى شبيه سحق مالك انا مو صحت عليكم قلت لكم اريد واحد يجي انا ثالث يسبح ولك ما صارت لك قلت لي لا تجي دام شنو قلت لك ولا خير شيء خير شيء تعال من وصلنا للجزره شباب ما نقدر نجي هو ضدنا صقر 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 ثاني صور والله ها شباب هذاك 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 رن الماي ذاك الماي ذاك ماشيني ذاك شباب ما يبي لا شباب ذاك شوفوا صور لهم صور الله خل حطهم هنا عفوا عفوا شوي صعب ينشف عفوا اخي اخلي امشي بس ينشف بعد ما شباب جاي يرجف من البرد يرجف طايح بالماي هو طايح من زمان بالماي والله شو صاير فيه حتى ضح فوق صدق هذا اقول لك لان مستحيل باع ويلر لا ولك تعجب لا يروح عمي لا ما يروح بس يرتاح تدرون بس يرتاح شباب تذبح ويلر هاي احنا نسميها ارض الصقور منو افتح لحظه هاي احنا نسميها ارض الصقور نقول لكم ارض الصقور شوفوها صحراء شوف شباب وما بيها اي شيء بس الصقور بيها شوف ذاك الطار ذاك ملهر الرعيان يعتبر ترى من الصقور هم من فصيله الصقور شوف هسه هاي الارض هاي كلها صقور يعني احنا قلنا اليوم نطلع عليها استكشاف بس مو على صقور لا على الخنازير جاي ندور هاي الفتره وفجاه واحنا جاي نمشي شفناها بالماي طبقنا السدوته ونزلنا لها حتى بدون مقدمات وبدون ما نصوركم شلون نزلنا ما لحقنا احنا ما لحقنا اخر لحظات اخذناه وراح نعالجه هو احنا كان مو بالنا تصوير بالنا انه ديك مشباع وين انت حوادر وين ولك ظل فاينتي يابسه شباب راح نعالجه ونطير اسعافات الاوليه ان شاء الله وارد اخذه للبيت وياي ارد ادلله دلال هذا هو ربينا كل شيء احنا بقى بس صقور ما ربينا اليوم قدام صدر راح تودين المطعم توكلنا شو انتم تاخذون المطعم على هذا التعب انتم تاخذوني مو لك انا هناك بقول لك اليوم تاخذنا المطعم شباب المره تدرون اكل هاي صقر حقيقي والله عمي كفو والله كفو مره كذا بيد صقر حقيقي جمعون يمك لا شباب انا قلت لكم ليش ما استغرب من عندهم لان هم صقور شنو صلبوه يعني تدرون هذا لو ما ناقع وطاقه الضيم هسه جاي يرجف احنا ما نقدر نكذبه ما حد يقدر يكذبه يا كذا شوف شوف رسمه ما تجيب على راسك برد 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 طيب برد عليها برد صلبوه صلبوه خذ السوتي خمت عين عليها قلش عنا نار شوف من قاره شوف من قاره انا شوف من قاره وطرق الجن بالله العظيم راح احط لكم لقطات بسيطه عليه هذا شايف عليه فيديوهات يكذب فسال نجيب نشيلها ويطير بيه راح احط لكم هاي الفيديوهات شوفوا شوفوا حجمه الحقيقي هذا تشوفونه هسه ناقع خله ينشف وباكر اصور لكم فيديو ثاني وشوفونه ايش كبر غطي عمك تل البرد تحت الصدر حتى غطيته بسروالي شباب رجع احنا في لحظه قام من البرد ما يصدق على نفسي اي بارده تكتل كتل بريك اوف خلنا نغطي بسروالي شباب والله يستاهل هسه تمام هسه بعد عليك برد ولك بيبي صار هذا بيبي والله العظيم يا ربي رباية الا علمه علي الا خلى هيك بيد يكون منهد على شيء يروح يجيبه ويجيب تعرف نوزي تعرف نوزي بعد روك ما طلع بالتصوير هذا النبرة راح يطلع بالتصوير روك الجزء الثاني شباب روك الجزء الثاني احنا طالب بروك لا شباب حوايدر شنو راح يسمونه هسه هذا صدناه ايه؟ بقى شيء ما صدناه وهو لك عوش هذا اذا اصيده ارتاح لك اذا اصيده هذا ارتاح يجي وقته يجي يوم واصيده صور الماي البريه
ونرجع لها ان شاء الله. شباب نرجع لها الجزء الثاني والذيب ويانا ان شاء الله. الذيب ما... ها هذا صقر 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 الحق الحق صور هذا الصقر هناك. هاي الصقر هاي هذا الملاهي الرعيان متروسه ترش هاي جا. شوف شوف نزل 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 هاي جبوا شباب من قلت لكم هاي الارض متروسه صقور متروسه يعني هاي الارض احنا نسميها ارض الصقور والله. طلع طلع بالتصوير طلع طلع هي يعني صحراء هاي ما اشوفها هي هاي صحراء يعني تخيل احنا لو نجي هنا صدق والله والله خنزير خنزير لا 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 اسكت اسكت صوتكم. لا افراخ طيور لا لا هذا 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 جاي ساكن هذا الصقور هذا جاي ساكن لا 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 صوت خنزير صغير بعيد 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 صوت من جد صوت والله صوت ملهي الرعيان جاي يصيح هذا صوت طيور والله طيور هذا صوت ملهي الرعيان صوت خنزير صغير لا هذا طار هذا طار من عندنا طار من عندنا شوف شباب خمسه خمسه صار لنا سنه خمسه بقطعه واحده هاي القطعه البسيطه فيها خمسه شوف شوف شلون بيضع ذلك هاي القطب الجنوبي ما ادري المشكله ما جايبين يونا اضاءات ولايت السدوته بعد ما يشتغل فنسوي لنا همه ونروح للبيت قبل لا ظلم كلش مشينا للبيت ان شاء الله اصور لكم باكر لقطه عاليه ومنوصل للبيت همه اصور لكم اللقطات مالتي اذا تردون اسوي لكم فيديو ثاني على صيد ملاهي الرعيان هاي شوفوا هنا بكثره شوف شباب هذا كان يطير هنا فيديو ثاني واصيد لكم مو بس 10 اصيد لكم 20 على هاي الكثره اللي بيهن شوفوا شباب شوفوا شوفوا بابا بابا يعني موجود بكثر بكثر كلش 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 شوفوا 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 بس ما ينكث شباب ينكث اكو طرق ينكث بها بس هسه ما نقدر نكثها وبعد مرور 4 ساعات سوينا له مكان ونشفناه وشسورناه خلينا الريش ماله ينشف شوفوا هسه من ردة طاقته شوفوا شنو صار باعوا شوف ضل ينقر ضل ينقر ما يريد واحد يتقرب له بعد هسه انا اريد اعطيه اكل ذبيت له راس مال دجاج اريد اخذه من عنده بس انطيل حلقه شوف ما يخليني هاك ما يخليني هسه اذا يكض يديش لحها ها شوف للعلم ترى شوية لأن حاط اللايت أنا بعيونه ما جاي يشوف بس أرد أخذ الرأس من عنده بس أرد أخذه أوه شلع صبعي والله لو كان مش لع صبعي شباب شوفوا شوفوا حالاته ما شاء الله بعد ما نشف ورد طبيعي هسه شوف راح يأكل الرأس راح يأكل الرأس مال الدجاجة أرد أجيب له أنا أقل الدجاجة كاملة أحسن لأن هذا الرأس ما جاي يأكله لحظة بس خلنا نطيح الرأس مال الدجاجة بي من نطيحه أشوف لي قصبة شوف 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 ما شاء الله شوف 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 ما شاء الله شوف ما شاء الله ما شاء الله طينها طينيا طينيا ولك هسه شباب بس خلنا ذبه انا جوا ايه هسه تمام هسه النوب انطي له بالله شوفوا خليه ياكلي شوفوا يلا افتح حلقك يلا يلا افتح حلقك شباب يريد صبعي هسه هو ما يريد الراس مال الدجاجه يريد صبعي يريد صبعي هاي تطي ايدي هسه ها شوف ولك اكو شويه بس ضربه بجناحه ضربه خفيفه بجناحه اظن هو طايح هو بالماي طاق بغصن هيك شيء ضربه خفيفه بس هاي الضربه تاخذ لها يومين ثلاثه تطيب هاي الضربه شوفوا ما عليه ما دام جاي يفتح بجناحاته ما عليه كلش طبيعي فانا ربطته بخيط على الله يطير وان شاء الله باكر الصبح راح اخذه واجيب له علاج وهسه طحنت هاي الروس مال الدجاج وتعالوا خلينا ناكله ونشوفه ياكل لو ما ياكل وادعوا لله يكون يضر صبعي سالم تعال
بس هو يباوع لي تركيزه علي تركيزه علي. لازم تطيشي عادل لان حتى هو يكتلي تطيشي عادل. بس حرام هذا الشيء. اذا نطي هسه قدامكم حمامه عدله هو يقتلها وياكلها راح تقولون حرام. بس هو عيشته على هاي عيشته عيشته انه يصيد الطيور يصيد اي شيء عدل وياكله. يلا يلا ولك ما جاي يشوف من اللايت. اللايت كلش قوي ما جاي يشوف من عندي. يعني هسه تشوف ايدي ما اشوف الراس مال الدجاج. شي قوي ما ياكل عدل يقول لي. يلا يلا ولك هسه نحط ايدي يريد ينقرها. شوفوا ايدي ينقر ايدي. يلا لو شو نسمي راح نسميه سداح. سميك سداح صقر فيلح. شباب يشوفونا يشوفونا اسم له بالتعليقات. هذا راح يبقى عندنا فتره طويله سداح. شباب هذا مشكلته مشكله. هسه تطير راس مال الدجاج ما جاي يشوفه. من تطير ايدي يريد ينقرها. شوفوا شوفوا شلون ينقر ايدي. انت شين انت هذا عكس المطلوب. ولد نزل بلقى احسن. شوف 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 شلون شلون والله. لا لا هذا التنقر مالك هكا راس مال الدجاج. صدق نزل بلقى ياكل احسن. انا شو اسوي له جبره على الاكل فخليت الاكل يمه وان شاء الله باكر اجي القاه ماكلهن. وباكر راح اخذه للبيطري واشوف اجيب له علاجات منشطات اجيب له فاتح شهيه حتى يرد طبيعي وحتى نجيب عصاره لجناحه. قلت لكم هذا ارده داري وارده ربيه على ايدي. ذبيت له روس مال دجاج ماكلاهن. جربت اجيب له قطعه مال لحم. قلت بس خليه يشم ريحه بالله ياكلها لو ما ياكلها. قطعه مال لحم قطعه مال لحم ما تتعوض. يلا ولك اي اي يلا اكل لحم. اي ولك لحم ولك لحم ما يتعوض. لو بس شباب بس يضوكها شويه بس ياخذ له قطعه يكملها. خلنا نعبر على هذه الصفحه عبر لك لان انا من هنا بخطوره. النخله من هنا والطير من هنا. يلا يلا ولك يلا اكلها اكل شويه. اي يلا اكل 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 بدا بدا ياكل بدا ياكل شباب بدا ياكل. اي هسه تمام هسه تمام هسه تمام بدا ياكل شويه. بس شم ريحه اللحم شم ريحه اللحم والله هسه الوضعيه كلش تمام. هسه ارتاحيت لان قلت انا ما ياكل. شوف اللحمه صارت جوها. اوه شلون يباع صبعي فريسه اشتغلت عند الغريزه بعد ما يصير من ديدي. شوف شوف غريزته اشتغلت. هسه يظل صيح هسه يصيح نفس هاي الصقور اللي صيحن من ياكلن. يلا كل 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 اكل مجازم خويا اكل اكل التولاقي هكي الدجاج منا لحم منا. شباب شلون ياكل؟ يضل ياكل؟ اه والله ياكل اقري ياكل بس هو من شم ريحه من شم ريحه اللحم. بس خذ له شوي قطعه من اللحم ضل ياكل. لا اقري شم ريحه النخله. النبر رطب يمه هاي الرطب بعد الشريط. لحم خليه من النخله ترى يحفرها. لحم ودجاج ورطب بعد الشريط. ها؟ ذبحوا ناكله؟ ايوه علي احسن. هذا العقاب الذهبي شباب. صقر كسرت كسر. هذا العقاب الذهبي يعني من اخطر الطيور الجارحه. اخطر من النسر وراس الابيض. بعد شغله هسه هذا خلنا نصور. يلا بالله احكي بالله شنو هي؟ اي صورته؟ اي عادي. يلا احكي بالله شنو عندك معلومات؟ هاي معلومات حلوه. اي اول شيء هسه هذا هسه بالافلام ذا الاسترالي او السوالف. اي يعني اكبر من هذا ذاك شله غزاله هاي. هذا ترى بعد الزقير هذا مو حجمه. ثانيا ثانيا ما دام طايح بالماء ريشه بعده ريشه بعده مكوم. شوفوا ريشه شباب شوفوا ريشه شلون مكوم. لا بعد انا اقول بعد الزقير تعبنا ثلاث ساعات انا بالماء على مودي. ثلاث ساعات ماء على مودي. شباب صدقوا علي والله تعبنا من الساعه عبرنا الشط كامل على مودي. الوالد ابو حسين. ها ابوي ايش رايك بيه؟ ايش رايك بيه؟ اقعد طلقعنا بخاف ياكلنا هذا. امان هذا امان. بس والله شلون فتحت شيء تظل ياكل من جبت له هاي اللحمه. شنو جبت له لحم؟ جبت له هاي اللحمه تظل ياكل. صار لحم منه ودجاج منه ورطب بصفى. لا بعد شايفين ندلك. جناحه جناحه كم متر؟ ثلاثة أربعة؟ جناحه متر ونص. متر ونص اي. شباب جناحه. يضوج يضوج اذا جاي ياكل واحد من ديده يضوج. شو ما يلش هذا واقف على الحديده ما يلش؟ ها؟ ما يلش؟ لا لا هو هو ينام هو واقف. هذا حطه في غرفتي. ريشه قبلك تقوم بيه ريشه. بس جاي ياكل هو؟ جاي ياكل؟ قال ياكل. عوافي عوافي عين عوافي. اخذها اشتعل النخله. داخل تحصيد ام بي حبالي. شوف شلون يتدرب عليك؟ اذا ما ذبل عليك شلون يريدك؟ هو يقتل الفريسه ويعوف بيدك لحمه يقتلها ويجيك. عودي حتى يجي يحط على ايدك. بس كورام صغار انت وصايرات حتى ما يشرد من هدي. ما يشرد.
ووعد اذا ما ربي احسن ترباية ومنها الشارب ولو ماكو شارب باي.